كان هناك حزمة اجتماعات اليوم وتوقيع اتفاقيات، تقريبا اتفاقيات مجموعها مع أرامكو كانت 9 مليار دولار و15 اتفاقية مع هيئة استثمار. بعد هذه الرحلة الطويلة التي جاء بها الأمير محمد بن سلمان من جدة إلى سول، تنتهي هذه الاجتماعات الثنائية وأيضا الاجتماعات الأخرى ما بين ولي عهد والوفد المرافق له ومع الجانب الكوري الجنوبي، سواء على القطاع الخاص أو على مستوى القطاع الحكومي.